سنضرب بيد من الحديد. سنضرب بيد من حديد. أكيد النتائج بدأت تظهر في الميدان، يعني أكيد. اسألوا المواطنين. بين الخطابين فاصل زمني قصير، وبينهما حرب قادتها الدولة الجزائرية ضد جماعات إجرامية منظمة سعت لزعزعة استقرار المجتمع كما مؤسسات الدولة، فرق وتشكيلات الدرك والشرطة العاملة في الميدان، وتنفيذا لسياسة مكافحة المضاربة التي انتهجتها قيادتا الدرك والشرطة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية والرامية لوضع حد لمن تلاعب بقوت الأسر الجزائرية. فضحت حجم تحويل المواد الغذائية عن مقاصدها بل وتهريبها نحو دول الجوار، وكشفت الستار عن العابثين بالسوق. أنا أتهم جماعات منظمة. جهاز العدالة بدوره واصل تقليم أظافر المضاربين دون هوادة، لتسجل عدد من المحاكم النطق بأحكام صارمة جدا تجاوزت 10 سنوات سجنا نافذا في حق من ثبت تورطه في عملية المضاربة غير الشرعية. حرب قادتها وحسمتها الدولة الجزائرية لتستعيد السوق توازنها وتعود المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بوفرة وبالأسعار المقننة. كاين الزيت، كاين السكر، كاين كلش، كاين كاع السلع، ما كان حتى ندرة. هي جماعات منظمة سعت مع سبق الإصرار والترصد ضرب استقرار الدولة مباشرة والتلاعب بقوت الجزائريين. كانت لها الدولة الجزائرية بالمرصاد في ظل تأكيدات دائمة من رئيس الجمهورية باهتمامه بالوضع الاجتماعي للمواطن وتشديده على دور الحكومة في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لا سيما المدعمة منها.